اي طيب السؤال الاخير الله يحفظك يا شيخ، اذا كنت امام مسجد واعلنت ان اللي من الصغار الطلاب اللي يحافظون على صلاة الفجر مع الجماعة والصف الاول لهم جائزة، هل في هذا محذور شرعي؟ شلون؟ مثلا عندي في المسجد صغار اريد ان غير مميزين او غير مميزين، اريد اعودهم يا شيخ على المحافظة على صلاة الفجر. اكتب كتابه يعني محل نظر. اكتب فيها كتاب يا شيخ. ما عندكم جواب فيها الان يا شيخ؟ لا. الله يكتب اجرك ويجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. كان إلقاء هذه ثلاثة الأسئلة على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مغرب يوم الأحد 26 من شهر رجب عام 1419 هجرية، وقد كان المقرر هذا اليوم أن تبدأ دروس الشيخ بعد قدومه من مكة المكرمة، لكن ذهبنا ولم ندري الشيخ فاتصلت به والله الحمد كان موجوداً.